تلميذ سنة الخامسة من التعليم الابتدائي. عندنا كتاب النجاح في الرياضيات السنة الخامسة من التعليم الابتدائي، صفحة 26، التقويم والدعم وتوليف التعلمات. إذن عندنا هذه هي صفحة 26، عندنا التمرين 13، أخذ أنسوخا وأرسم عليه الزاوية القائمة جي اف او. هذه الزاوية القائمة جي اف او، ونصف المستقيم اف ك. نصف المستقيم اف ك، أطوي الأنسوخ حسب نصف المستقيم اف ك. هذه الزاويتان 1 و 2 متقايستان، هذه الزاوية 1 والزاوية 2 متقايستان، ولماذا؟ إذن نستعمل الأنسوخ، الأنسوخ لرسم الزاوية في الأنسوخ، ثم نطوي هذا الأنسوخ ونجيب الزاويتان، هذه الزاويتان متقايستان، نلاحظ نعم الزاويتان 1 و 2 متقايستان، الزاويتان غلقوا ان الزاويتان 1 و 2 متقايستان. لماذا؟ اذا نجيب لان نصف المستقيم FK هذا هو منصف الزاوية، فهو يقسم الزاوية القائمة إلى زاويتان متقايستان. إذن التمرين 14، أحدد رتبة الرقم 2 ثم الرقم 7 والرقم 3 في كل عدد مما يلي. عندنا هذه مجموعة من الأعداد، نحدد ما هي الرتبة، رتبة الرقم 2 في كل عدد، رقم 2 ثم 7 ثم 3. إذن سنحتاج إلى جدول، نبدأ بالرقم العدد الأول ونحتاج إلى جدول على هذا الشكل. إذن اكتبوا فيه العدد ثم رتبة الرقم 2، رتبة الرقم 7، رتبة الرقم 3، وغادي نستعملوا أيضا واحد الجدول آخر، هذا الجدول هذا لإيضاح هذه الأعداد باش نوضحوا مزيان. هذا الجدول هذا فايت لينا استعملته، فايت لكم استعملتوه في الرابع أو في الثالث، إذن غند للتذكير. هذا فيه فصل الوحدات البسيطة، فصل الآلاف، فصل الملايين، فصل الملايير، ونلاحظ أن كل فصل هو مقسم إلى ثلاثة، وحدات، عشرات، مئات، وحدات، عشرات، مئات. إذن الملايين، فصل الملايين أيضا فيه الوحدات، عشرات، مئات، وفصل الملايير أيضا فيه الوحدات، عشرات، مئات. إذن نبدأ بالعدد الأول، 20753، هو أن 20735، نكتب على الجدول. إذن لاحظ 20753، إذن 3 فصل الوحدات البسيطة، الوحدات، عشرات، المئات، 7. إذن ما هي رتبة الرقم 2؟ يعني هي عشرات الآلاف، نكتب عشرات آلاف. رتبة الرقم 7 هي المئات، إذن نكتب المئات. رتبة الرقم 3 الوحدات. العدد الثاني 175,375,300,205،
إذن 175 مليون وثلاثمائة ألف ومئتين وخمسة، نكتبه على الجدول. ودائما لاحظ إذا بغيتي تقرا العدد لاقرأوه كل فصل، لاقرأوه لوحده. هذا 175 مليون 300 ألف و205. إذن رتبة الرقم 2 هي رقم الآلاف. إذن المئات عفوا. الرقم 7 هو 7، كاين العشرات الملايين. إذن عشرات الملايين 3 في مئات الآلاف. العدد التالي 7 ملايير، لأن ملي كننتقلو هنا 3 6 9 كننتقل إلى الملايير. 7 ملايير و25 ألف و700 و725 مليون و700 ألف و130. نقرأه 7 ملايير و25 مليون و700 ألف و130. إذا نكتبه على هذا الشكل. لاحظ الرقم 2، رتبة الرقم 2 هو عشرات الملايين. الرقم 7، رتبة الرقم 7 مئات الآلاف. مئات عفوا، لأن عندي 2، عندي 2 ديال 7. 7 كاين 7 هنايا وحدات الملايير، وعندي أيضا 7 في مئات الآلاف. إذا احنا غنكتبو غير وحدة باش من وحدات الملايير. نعم. الرقم 3، عندي عشرات، رقم العشرات. الرقم التالي، العدد التالي هو 307 مليون و152 ألف. إذن 307 مليون و152 ألف، نكتب على الجدول. هو هذا العدد الرقم 2، رتبة الرقم 2 هو هذا الوحدات. وحدة مدى الآلاف. الرقم 7، 7 عندي هنا وحدات الملايين. والرقم 3 مئات الملايين. نعم. العدد التالي 3 ملايير. هذا الآن هنا 3 ملايير و507 مليون و240 ألف و18. أكتب العدد على الجدول. هو الرقم، رتبة الرقم 2 عندي هنا مئات الآلاف. الرقم 7 عندي وحدات الملايين، و3 وحدات الملايير. العدد التالي مليار و234 مليون و567 ألف و890. إذن هذا هو العدد، أكتبه على الجدول. إذن رتبة الرقم 2 عندي هو هذا 2 مئات الملايين. رقم 7 وحدات الألف. 3 عشرات الملايين. وأخيرا العدد الأخير عندي 700 مليار
وثلاثة ملايين واثنان العدد، أكتبه على الجدول. إذا نلاحظ رقم اثنان هو رقم الوحدات، سبعة إذا هو مئات الملايير، وثلاثة هو وحدات الملايين. تمرين 15، أتمم باستعمال الوحدة المناسبة أو العدد المناسب. إذا سنحتاج أيضا إلى جدول التحويلات، هو هذا كيلومتر في هكتومتر، ديكامتر، متر، ديسيمتر، سنتيمتر، مليمتر. إذا نكتب أن العدد 43 ديسيمتر. ديسيمتر نكتب 3.4 في المتر، 43 ديسيمتر تساوي كم من هكتومتر؟ إذا أضيف الصفر، صفر أيضا في الهكتومتر والفاصلة. إذا 0.043 هكتومتر تساوي 0.0043. لاحظ، إذا نشطب على هذه الفاصلة صفر، وأضع الفاصلة 0.0043. مدى كيلومتر، إذا أكتب كيلومتر. 23,000 سنتيمتر، أكتب على الجدول 0 سنتيمتر. دائما نبدأ بالوحدات ونكتبه في الوحدة المناسبة. عندي السنتيمتر أكتب فيها رقم الوحدات اللي هو صفر، أكتب صفر، ثلاثة، اثنان، 23,000 سنتيمتر. أحولها إلى الديكامتر، الديكامتر ها هو عندي، إذا الديكامتر أضع الفاصلة تساوي 23 ديكامتر تساوي 0.23. أشطب على الفاصلة وأضع الفاصلة هنا 0.23 مدى كيلومتر. واحد وستون ديكامتر تساوي 0.61 مدى. إذا أكتب 61 ديكامتر، إذا واحد في الديكامتر ستة، 61 ديكامتر تساوي 0.61 مدى كيلومتر تساوي 6,100. إذا أشطب على هذه الفاصلة، 6,100 مدى. إذا نشطب على الفاصلة كما قلت، 6,100 ديسيمتر. إذا أكتب ديسيمتر، 700 مليمتر. أكتب صفر في المليمتر، سنتيمتر، سبعة ديسيمتر. إذا 700 مليمتر تساوي 70. قطع الفاصلة، 70 مدى سنتيمتر تساوي 7. سبعة، وأشطب على هذه الفاصلة، 7 مدى ديسيمتر. تمرين رقم 16، تمثل النقطة رقما في كل عدد من الأعداد الآتية. هذه مجموعة من الأعداد، أولا أضع الرقم صفر مكان كل نقطة. ما هو أصغر عدد محصل عليه؟ نلاحظ الرقم صفر، هنا أضع صفر في هذا العدد،
إذن 804,736، 840,736، إذن 847,036. إذن نضع صفر. إذن أصغر عدد غيكون عندي هو هذا، صفر فاصلة صفر، عفوا، 84,736. لماذا؟ لأن هذا واحد عنده 5 أرقام، الآخرين كلهم 6 أرقام. أضع الرقم 1 مكان كل نقطة، ما هو أكبر عدد محصل عليه؟ إذن لاحظ الرقم 1، نوضع الرقم 1 في العدد الأول، العدد الثاني 1، وهنا 1، أيضا 1. إذن لاحظ الأعداد عندي، ما هو أكبر عدد؟ لاحظ عند المقارنة دائما نبدأ كلهم عندهم 6 أرقام. إذا نبدأ برقم 100,000، 1 هذا عنده 1، الآخرين عندهم 8 8. إذا ننتقل إلى 10,000، هذا عنده 1، 4 4، إذا هذا 1 صغير عدد صغير، ننتقل 4 4 4 4، كلهم عندهم 10، هادو عندهم 10، ف10,000 رقم 10,000 4. إذا ننتقل إلى وحدات الآلاف، ده عنده 1 7 7 7، إذا هذا اللي عنده هنا 1 هذا عدد صغير ما نحسبه. ننتقل الآن إلى المئات، عنده هذا 1 3 3، إذا هذا لا، ننتقل هذا 2، بقوا لنا 3، هذا عنده في العشرات 1، في العشرات 6، إذا هذا أكبر عدد. 847,361. أضع الرقم 5 مكان كل نقطة. الآن لاحظ 5 من لاحظ غيولوا عندي الأعداد كلهم على هذا الشكل، وكي مطلوب مني أن أحدد أصغر عدد، لأن هذا العدد كلها عندها 100,000 8 8 8، إلا هذا العدد عنده 5، إذن هو أصغر عدد. 584,736. أضع الرقم 9 مكان كل نقطة، ما هو أكبر عدد محصل عليه؟ إذن الرقم 9، نكتب الرقم 9 الآن، لاحظ إذن كلهم غادي يكون عندهم 8 8 في رقم 100,000، إلا هذا العدد عنده 9 في رقم 100,000، إذا أكبر عدد هو 984,736. نكتب هذا العدد. تمرير رقم 17، أحسب قياس مساحة السطح الملون باستخدام وحدة قياس U. إذا وحدة قياس U عندنا هذه الوحدة U، غادي نحسبو. إذا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10،
11 12 13 14 15 16 17 18 نعم 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ونضيف إليها لأن هذا النصف وهذا النصف هو واحد إذا 35 36 وهنا عندي 37 وهذا الجوج 38 إذا 39 40 هنا الجوج 41 الجوج 42 إذا قياس مساحة السطح هو 42 قياس مساحة السطح الملون هو 42 وهكذا نكون قد أتينا على نهاية الصفحة 26.